كنشارك هنايا مع الاخوان ديالي الاساتذه والفنانات التشكيليين المكنسيين اللي افتتحنا المعرض يوم السبت مساء على الساعه 4 في الاحتفال بالمهرجان الثاني لمدينه مكناس. تعرفنا على جميع الفنانين اللي جاونا من مدن اخرى من الدار البيضاء ومراكش الى غير ذلك. حاولنا نخلقوا واحد لومبيونس، نخلقوا واحد النشاط هكا، والان كنشتغلوا على لوحه في الهواء الطلق كيشاركوا فيها مجموعه ديال الفنانه كيتركوا البصمات ديالهم في هذا. كناخذوا الموضوع اللي هو موضوع التراث المكناسي والثقافه المكناسيه، وكنشتغلوا على هذه الاشياء، كنواصلوا العمل ديالنا، كنتلاقاو مع الناس، كنشرحوا هذه الاشياء، كنقربوا اللوحات من الببليك، لان من الجمهور، لان دائما كنا كنرسموا في القاعات، ولكن القاعات ما الناس ما تيدخلوش، الجمهور ما تيزعمش يدخل القاعه، ولكن هذه المره حاولنا نخرجوا على برا ونقربوا هذه الاعمال الفنيه ديالنا من الجمهور. نظن يعني كيف جاتني الجاليري هنايا، كيف جاتني العرض هنايا، عرض مزيان، يعني مبادرة طيبة وكتبرهن على الحس الفني عند المكانسة. أنا ماشي مكناسي، أنا كازاوي. اللي عجبتني أنا هي البوست مودرنيزم، كاينة واحدة بوست مودرنيزم ليه، واحدة كاينة بوست مودرنيزم، وهذه تا هي نقد نقول لك سايكاتريك يعني بينتينغ تما كاين، هذيك اللي عجبتني تا هي مزيانة، وهذيك البوست مودرنيزم وما تبقى كتعبر على مكناس، وكتعبر على الثقافة العربية في مكناس، وفهمتيني ولا لا؟ هي مبادرة طيبة صراحة، نتمنى إن شاء الله يعني تزاد تكون أكثر، وكونوا حتى الكتوبة فهمتيني، وكونوا مثلا حتى أنا ما كرهتش عاوتاني حتى يعني رسومات على سجن قارة، وعلى مثلا يعني المعالم التاريخية في مكناس.